عسلمة مسيو. عسلمة أختي الغالية. لاباس عليك؟ الحمد لله شادة في رب. قدم لي روحك. صالح. مرحبا بيك، شنو في حياتك؟ راني نخدم نقاش. نقاش. ربي يعينك. بموضوعنا، قلوب الناس ماهيش تعيسة أما بالبعد عن الله ولات كئيبة، شنو رأيك في الموضوع؟ صحيح العباد 70% كمش 80% بعاد على ربي. شنو السبب؟ سبب فماش حاجة اسمها سبب كامل، أما الناس ولت تجري على المال، ما عادش عندها وقت باش تصلي. ولت ناس يا ربي، وينسى ربي، ربي ينساها. لازم العباد ترجع شوية، ما يعرفوا ربي كان كي يمشوا للسبيطار ولا كي يقربوا للحفرة. يرجع لربي وربي كريم. هي فما حديث معناتها قال لهم ربي كان خلقتوه راكم رحمتوه. أنا طبيبهم وأنا حبيبهم. شوف رحمة ربي، معناتها ربي غاني على أفعالنا، إن شاء الله ربي يرحمنا ويعطينا حسن الخاتمة. ونحن كنا معناتها أنا بيدي غلط، أنا بيدي داخل في السيئات ومخمجها. إن شاء الله ربي يغفر لي ذنوبي، نقول لك أكثر من وأكثر من الجبل وأكثر من البحر. خليها بستر ربي. علاش؟ مش قاعد نعطي في حق ربي. الذنوب اللي عاملها بينك وبين ربي وإلا ظالم عباد؟ لا بيني وبين ربي أنا ديما مظلوم، فهمني؟ خاطر كي تعمل حاجة معناها ربي محرمها بينك وبين ربي، أما كي تعمل حاجة مضرة للعبيد. العبيد أنا نمينا ما نعمل لها شيء، نمينا نشيخ عليها كي تبدأ تمشي، نبعد عليها شوف اثنين أخرى نمشي. أصعب حاجة أنك تظلم عبد ولا تقهر عبد ولا تخلي حاجة هكا كحلة في قلب عبد. والله يا عمري إن شاء الله ربي سامحني، معناتها عمري ما ذريت بشر، بالعكس أنا ديما نخاف ربي. يعني ساعات انا نقلق ندخل بعضي، ساعات نمشي للجبانه معناتها باش نرتاح مخي ونتذكر الدنيا هذه رايك. تزور عبد ولا تقعد ترتاح؟ قاعد نقعد نرتاح سواء الليل ولا النهار ندخل، يعني ما يقلقنيش، ما يخوف كانك ابو كراين هذاك اللي يخوف، ندخل نرتاح رتع اعصابي. كي تضيق بك الدنيا تختار عبد باش تحكي له ولا تلتجا لربي؟ نمشي للرب، نشوف تركينه باية ونبكي فيها في عقلي ونتفرهد، ماذا بيني وبين ربي، ماذا انا حس انا ظالم روحي ومعناته مقصر مع ربي بارشا. ان شاء الله ربي سامحني، ان شاء الله ربي يرحمني. فما عبيد تغلط ماهيش قاصده، معناها تعرف اللي ذيك حرام اما عملتها، وفما عبيد ما تعرفش تفرق ما بين الحلال والحرام. ما يفرقش بين الحلال والحرام، كان الانسان مهبول تمد له فلوس يقطعها. هذوك ما نحكيوش عليهم، ناس هذوك رفع عليهم القلم. العباد هذوما هما نفسهم اللي تجي تقول لك الحكايه ديك عيب والا حرام ولا ما تجيش، يقول لك شبيك متخلف ومتاخر. هو وصل لهم ميساج قدام ربي، هكا انا نصحتك وانت امورك عملتها، فهمتني؟ تعمل مسؤوليه غدا ما يقولش علاش، خاطر فما شاهد جاي قال له راه سيب عليك واختك من حدا كان عملتها، ابعد عليها يزي سيب عليك، راه اثنين مسدود. يقعدوا يوصل فيها حتى ياكل مقسم الدنيا، فهمت؟ بعد يندب وقت سايق فيها الفوت، فهمت؟ هو هاك وصل له ميساج لقى شكون نصحوا، فما غيره ما لقاش، هو سلك لقى شكون قال له سايب عليه. تو العباد ما عادش تنصح بعضها، اللي راكب على فركه يقول له صح الحصان، ما عادش تنصح العباد بعضها، فهمتني؟ والا يمكن العباد ما عادش تقبل النصيحه؟ هو وصل له ميساج هاك قال له، ومخه من بعد يقبلها يطيشها. هو مخو هذا ولا اللي يعمل. انا قلت لك سما سلكها لقى شكون جانا انا فاهمه. عاش عباد عندها تو ما عادش عندها وقت، حتى ما عادش عندها وقت العباد باش تقعد تحكي وتوسع بالها، فهمتي؟ هو سما سلكها لقى وقت معناتها نصح، فهمتي اختي الغاليه؟ معناتها تو كل فول في نوار الوقت هذا. هذا اللي كانت تفهم التلفزه وتقري الحاجه الباهيه نحوها، ديما حاطين الوسخ والخمج نتاعهم حاشيه. هاو العريه هاو الكري هاو الفن كنتاع هاو يجري هرب مستحخلتو عليه، مش مي فيه خلط عليه ولا ما انت فما غني ولا الاخرى تاخرت كتير يا حبيبي يا اخي استنى في كارو وتخرب، فما غني معناتها مش معقول، فهمت؟ ما سينس يحطوا لهم شويه ايات حكايات نتاع الانبياء على الاقل قلبه يتفرهد شويه، فهمت؟ يرجع لربي نهار كامل تغطي له كل شيء فساد، ما عادش فما ذكر في الليل يولي نهار وين يدور يلقى الفساد، ما فماش شكون ينصحوا، فماش باش يسمع شويه قريان يرجع للثنية. المشكلة من مواقع التواصل الاجتماعي الانترنت بصفة عامة. تبيع ما نتهمش الانترنت، اما تكثر وين يدور يلقى الفساد.
مش مش يعني كي يلقى مثلا واحد يطلب في ربي ولا تلزت فاهم شويه في القران مش كان نهار الجمعه بر هذا بكل يعملوا حصه كل يوم نص ساعه ايش فيه نص ساعه يفهموا فيها العباد اش قال سيدنا وكيفاش راه ربي كريم راه ربي رحيم في بيت معناتها كي وكي يلقى ثنيه كي ويسمع كي ويرجع بشوي لله راه الدين يسر مش عسر فهمت بشوي بشوي ويرجع وين يدور يلقى الفساد وقت دربيك كيف باش يرجع؟ ما عادش يرجع يولي زاد داخل الفوندو فهمتني؟ ثم ماذا بهم الاذان ينحوه يولي بالوقت ولا خلوا ما عامل خلوا ما عامل هما جات الدنيا يرجعوا جامع الزيتون خرجت فيها أساسة وشيوخ يرجعوا خلي العباد تقرا ويرجع القران وترجع الناس تصبح تقرب الربي شويه العباد هو كان الجامع كل عام يعملوا له ترميم علاش كل عام يتدهن ويترمم الجامع علاش سورتو الجامع اللي تكثر فيها القران علاش علاش كل عام تولوا كل 10 سنين علي لو هبط قران على جبل اصبح تراب العباد تقرا في بيت ربي وتصبح من كثر ما الناس تبدا حافظه قران واحد يشيخ بكلام ربي شيخ يتمتع فهمتني يولي يتوحش هكا المشي باش يمشي يقعد يغادي يصبح يسمع كلام ربي من كثر ما العباد تبدا تقرا 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 الحيوط تبدا تجاوب راحه نفسيه حيوط قلت لك انا يهبط قران على جبل انا اكبر جبل في العالم جبال بيريني والله يهبط تعليم يهبط ترى خلي جامع تبدا العباد تقرا كل يوم ترخ الحيوط يولوا كل عام يصلحوه من كلام الله من ضرب معناتها الحيوط تتشقق من كلام الله ناس تعاود مع بعضها وناس تبدا معناتها شيخه بكلام ربي سامحني في كلمه يبداو معناتها متفرهدين فهم توا وين تعيد ولا صغير تقول له اقرأ يقول له واحد ما يعرف ايش يعني احنا كنا قبل عند المد بنقرا الشهر ب 2000 فرنك حتى في المدرسه يقريوا القران يقريوا قريوا بالغلط الوي يعملها قا تاريخ ثاني توا ماشي ماشي حتى المكاتب باش ينحيوها يولي كل شيء بالفلوس اللي باش يقري ولدي يقري بالفلوس واللي ما عندوش يعمل يجيب ويقريهم فوق السطح مش ما يقوم معناتها ربي يقدر خير ربي يستر هو الكوري تو منظم خير من البلاد هذه ريتي كوري حاشيك تدخل الكوري بتاع بقرته قام منظم كل بقره بعدها اختها يعني هكا تشوف فيها الرئيس نهار كامل راهو راقد مشى عمل ماشي الحي هلال ومشى مع السوين هي وكا مشى عملها كما عمل بورقيبه قبل وكما عمل الزين مشى الحي النور الكلها مسكنات يعملوا في الصحيح وينو اعطيني الصحيح اعطيني الصحيح نحب الصحيح صحيح ما فماش كله انا باش نقد باش نام وفما شيء خلي لك كلمة الختام مسيو واش نقول لك قلبي معبي ان شاء الله ربي يرحمنا ان شاء الله ربي ينوب علينا بهجة والله خلي واحد يكمل حياته هو النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة للمدينة ربي عطينا كرة أرضية وقاعد يمشي يدور يمشي يدور يشوف الكورة يشوف البلدان يشوف العالم يلقاش قسمه غادي طيب يعرف دينه غادي ويعرف كل شيء وربي ينوب عليه غادي يعطيه شدينا في البلاصة هذه ومتنا متنا هنا كلها صريخ وكلها تكذب على بعضها وما فما شيء ويجي 100 قيس سعيد ما فما شيء ولا ما فما شيء شكرا عايش.